بسم الله الرحمن الرحيم. حاليا متواجدين في منطقة كروفوي، طبعا في مدينة يلوى، مثل ما انتم شايفين عند واحدة من أفضل المشاريع اللي موجودة في منطقة يلوى، مشروع بيتها من شركة بيت ترك. وعندنا هذه المرحلة الأولى، طبعا عندنا هنا المرحلة الثانية اللي هي بيتها بلس، أيضا من شركة بيت ترك. طبعا بيتها بلس مكونة من عمارتين، الشقق اللي متوفرة فيها استديو أيضا زائد غرفة وصالة. طبعا هذا مشروع بيتها متوفرة فيها من استديو تقريبا إلى 4 غرف وصالة. طبعا بشكل عام مشروع مكون من 10 عماير لها 3 مداخل، والمشروع منتهي بالكامل، يعني 100% تقريبا من المشروع منتهي، ويعني في ناس ساكنين الآن مثل ما انتم شايفين. هذا المدخل طبعا عماير تقريبا مكونة من 4 أدوار، في عماير مكونة من 5 أدوار تقريبا، بالإضافة إلى الدوبلكسات في آخر الأدوار. منطقة كروكوي طبعا راح نصور لكم بشكل عام اللي هي خدمات المجمع. راح تكون فيها ألعاب أطفال، حراسة أمنية، كاميرات مراقبة، بالإضافة إلى نوافير مثل ما انتم شايفين في وسط المجمع. من أفضل المشاريع اللي موجودة في منطقة كروكوي زي ما شايفين، هذه المساحة الكبيرة راح تكون فيها جلسات عائلية، ألعاب أطفال، جميع الخدمات تكون متوفرة فيها. بالإضافة عندنا العمارة رقم 11 راح يكون فيها فندق، بالإضافة إلى 3 أدوار اللي هو مول تجاري، بالإضافة إلى مستشفى أو دكتور يكون موجود داخل المجمع طول الوقت. طبعا راح نصور لكم شقة نموذج، وهي عبارة عن غرفة وصالة، راح تشوفوها الآن بإذن الله. السلام عليكم. طبعا وصلنا الآن للشقة النموذجية، راح أوريكم التشطيب من الداخل. طبعا التشطيب بصراحة جميل جدا، سوبر ديلوكس. هذه شقة نموذج الآن في مشروع بيت ترك. أول ما ندخل على يميننا عندنا الصالة مؤثثة بالكامل، ومثل ما انتم شايفين المطبخ نظام أمريكي مفتوح على الصالة، تشطيب راقي، أثاث مرتب جميل، استغلال المساحات مثل ما انتم شايفين. طبعا الشقة هذه غرفة وصالة، مساحتها 68 متر مربع، نموذج لشقة غرفة وصالة. هذه دورة المياه مثل ما انتم شايفين، عندنا الشطافات راكبة، كلوزيت، عندنا هنا المروش، وهذه الغرفة ايضا مساحة جيدة جدا مثل ما انتم شايفين، يعني في وسع، في شراحة. هذه التسريحة، عندنا هنا غرفة النوم والسرير، بالإضافة إلى الدولاب راكب جاهز. لمسات جميلة جدا، تشطيب راقي، نموذج شقة غرفة وصالة 68 متر مربع. طبعا هذه شقة الآن عبارة عن دوبلكس في آخر دور، وراح أصورها لكم بالتفصيل من الداخل. هي عبارة عن غرفتين وصالة. أول ما ندخل على يميننا مباشرة الدرج اللي يطلع للدور الثاني. طبعا الأرضيات سيراميك زي ما شايفين، هذا المدخل الرئيسي. عندنا هنا الصالة، ما شاء الله تبارك الله، مساحة كبيرة وشرحة، لها إطلالة على داخل المجمع، وأيضا إطلالة على الطبيعة، نطلع البلكونة. طبعا هذه البلكونة مثل ما انتم شايفين إطلالة جميلة لداخل المجمع، راح تكون في شلالات ونوافير.
طبعا هذه الشقة عبارة عن دوبلكس مثل ما شايفين في الطابق الرابع. هنا مدخل مجمع، جمع له ثلاث مداخل مثل ما ذكرت لكم سابقا. طوالة جميلة جدا على الطبيعة. تمديدات المكيفة واصلة جاهزة. هذه الشقة عبارة عن دوبلكس وغرفتين وصالة. هنا عندنا المطبخ جاهز، الدواليب فيها. هذه الغرفة الأولى أيضا لها إطلال على الطبيعة. هنا عندنا غرفة المياه معمولة كاملة. نطلع للدور الثاني. طبعا درج خشب إن شاء الله شكل جميل. وصلنا للدور الثاني وعندنا تراس كبير جدا بالإضافة إلى الغرفة الثانية. هذه الغرفة الثانية وممكن غرفة نوم أو غرفة جلوس، لها مطبخ وأيضا دورة مياه متكاملة. منها نطلع للبلكونة مثل ما شايفين، هذا التراس الكبير يخدم الشقة بالكامل. إطلالة جميلة جدا على الطبيعة مثل ما شايفين. هذا التراس، تراس كبير جدا. هذه الإطلالة، إطلالة كاملة على المزارع والطبيعة، منطقة كوركو. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد.